حسب قانون الأزهر رقم 103، أيا كان من يفتي حتى لو كان المفتي، فالمرجعية العليا لمجمع البحوث الإسلامية برئاسة فضيلة الإمام وعضوية المفتي. وحصل أن المفتي من 4-5 سنين أفتى بفتوى في الاستحاب اللي بيكلم دلوقتي، اللي هو دلع بتاع كلمة استضافة، ورجع فيها بعد ما بعتنا الشيخ الأزهر وادينا له القرارات السابقة للأزهر. طيب إذا كان الأزهر الشريف، شوف بقى سيدي، من سنة 1968 مفتي المصري، هو الشرع بيتغير؟ لا. يعني احنا كل 3 سنين، انا هقول لك من 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 68 لغايه دلوقتي. الراجل ده فاضل جدا، واسال اي حد ازار عليه، اسمه الشيخ احمد محمد عبد الهادي هريدي، ده علم من علم الازهر الوسطيين. طلع الفتوى لوحده مسيحيه، قال ايه؟ الرؤيه تتم في مكان عام، ولا تجبر الحاضنة على ان ترسله الى مكان اقامه ابيه، ولها الحق في عدم تمكينه من اخذه منها او اخراجه من مكان اقامتها، ولا تجبر على ان ترسله لي في مكان اقامته، ولها الحق في عدم تمكينه واخذ ده او اخراجه في مكان اقامتها الى بلد اخر قريب او بعيد، وليست الزوجه بملزمه شرعا بارسالهما اليه لرؤيتهما في مكان اقامته، ولا استضافتهما في العطلات الاسبوعيه، ولا الخروج معه او المبيت عنده، ولا اخذهما منها للتصيف معها ما دام في حضانتها، وانما يمكن ان يتم ذلك بالتراضي. جميع قرارات الازهر الشريف من 68 هدوم لك كلهم، دي الفتوى الاساسيه. حضرتك خد الباقي بقى. ده اولا ما يثبت ان المرجعيه العليا للمجمع، اي حد يفتي يفتي، انما ده اللي ناخد كلامه. اتفضل. من بدءا من 2007 يجوز للطرف الغير حاضن استضافة الصغير بمسكنه في العطلات إذا أذن الحاضن بذلك. أدي إيه؟ تفضل. طيب مجمع البحوث لما حصل لغط كثير جدا على هذا الموضوع أيام الثورة، وراح حصروا الأزهر وقعدوا يشتموا في شيخ الأزهر وفي المشايخ داخلين خارجين، وكانوا هيضربوا المفتي في 2011، طلع هذا القرار. قال قرر المجلس بعد مناقشة مستفيضة للموضوع من كافة جوانبه وفي ضوء آراء الفقهاء والاعتبارات الاجتماعية والنفسية، فقد انتهى المجمع من واقع هذه المناقشة إلى صحة ما اتخذه سابقا في جلساته الثانية رقم كذا بتاريخ كذا في شأن سن الحضانة وحدود حق الرؤية وموافقته ومناسبته لظروف الأسرة والأطفال. حضرتك اتفضل. خلينا يا سيدي نرجع عشان بس الوقت حضراتكم المسلمين، يعني في قانون الحضانات في القانون الجديد، مشروع قانون هو الان في مجلس النواب، هل كان الحضانات وجد خالطه في القانون الجديد؟ هم عانوا من مشاكل طوال الفتره الماضيه مع القانون الجديد. هل القانون الجديد يعني ترجم؟ لا، احنا معترضين، احنا معترضين على حاجات كثيره جدا فيه، اولها الاستضافه. تمام. هات لي ايه في القران ذكر كلمه استضافه. هات لي ايه. مفيش. والأزهر ده مش هيئة مهلبية، ده هيئة عليا بمرجعية العالم الإسلامي كله. فلما يكون في جميع قراراته قال الاستضافة بشرطين، أنا بس أنت ما تنيش فرصة كامل. بعد كده انتهى إلى أنه لازم شرطين، إذن الحاضن وأخذ رأي المحضون. المحضون ده مش خروف عشان حاجة تاخده توديه لمرات أبوه، المحضون ده إنسان بيحب ويكره وبيحس وبيستشعر مشاعر البيت اللي هو رايح له. ارجع اللي حضرتك كتبته من اسبوع، اللي مرات الاب اللي جت بنت جوزها فاختلفت مع بنتها على عروسه، حبستها 3 ايام في البرد ده، ها، في البلكونه وخبتها على جوزها، وكانت رعباها انها تصرخ او تتكلم. انا هبعت للاستاذه ولاء، دكتوره بتستنجد بينا امبارح، ها، جوزها شاذ معتدي على ابنها وبنتها، اديله استضافه دون. انا هبعت لحضرتك، دي جت لنا دكتوره طبيبه ست محترمه وبتصرخ يا عيني، بتصرخ في اخضر من كده. طيب النهارده بقى حضرتك قول لي، بالنسبه انا كلم بس بالنسبه سن الحضانه الاول اللي عمله فضيله الامام لما كان مفتي في 2003، تمام،
واحنا مش بدعه بقى عشان يقول لك ايه اصل مصر مش عارف ايه. اتفضل حضرتك ادي سن الحضانه في الدول العربيه. فيها السعوديه، فيها السعوديه اللي هي اكثر البلاد الوهابيه تشددا. اللي كانت عندك ورا يشيل الورقه الثانيه عشان بس ما يبقاش ده جدوى. خش بقى على اللينكات دي وتاكد من كلامي. 15 سنه ويخير الولد، 15 سنه ويخير البنت للزواج. حضرتك البنت تحتاج مين لما تيجي تتجوز؟ ابوها. ابوها يعرف يقول لها حاجه ولا امها؟ ومين اللي بيقعد يجهزها ويعلمها والطبيخ والاكل وحاجات كتيره في العلاقه الزوجيه؟ مش امها. تمام، يعني ما بتكلمش كلام غريب يعني. بالنسبه للاستضافه بقى، قول لي حضرتك ايه الحل لو كان زوجة الأب ليها ابن اللي هتروح بنت والابن ده شاب مظبوط، يبقى غريب بالنسبة لها وتبات معاه ازاي؟ طيب لو الطفل، وده بيحصل، أنا بحب حفيدي جدا وبيحبيني جدا، بيلعب بلاي ستيشن أقول تعالى ده معايا ما بيرضاش. طيب افرض بقى الطفل رفض يروح الاستضافة، هتجرجره على سلم من شعره ولا هجيب البوليس ياخده؟ وده قائم، الواد عاوز يلعب. طيب الطفل له نشاط رياضي هيعمله فين؟ مش في الاجازه. طيب الام دي بقت خدامه، يعني تقعد تشتغل من يوم الحد ليوم الخميس، تصحي الصبح وتدي المدرسه وتجيب وبعدين تقلع وتلبس وتاكل وبعدين تذاكر وتنيم ومفيش تلفزيون ومحاذير ومعملش الواجب، وفي العطلات بقى الاب ياخده. يبقى الميزان النفسي للطفل ارتبط بايه؟ ان الام هي الالتزام الرخم في حياته، والاب بقى الدلع والكلام الفاضي. برضو لازم اقول حضرتك حاجه، الاب السوي، واحنا عندنا حالات، انا بص انا بقعد بقالي 14 سنه وصدقني والله العظيم ما اقوله كلمه حق من واقع، مش انا مش بقرا جرايد ولا مجلات، من امهات كثيرات جدا. الاب السوي الام بتبقى حريصه جدا يروح لابوه وياخد وقت ما يحب، بس بشرط انه يكون بيدفع عليه من التزامات، والثانيه انه ما يقعدش بقى سفه في امه، ها يمسكه بقى يسم بدن اللي جابوه كلام امك كانت وامك، يهزه يجي الواد مهتز بقى. القدوه دي هي الام، كل الزباله اللي قالها الاب دي عليها. انما الاب لو كان فعلا بيحترم زوجته مطلقته يعني، وكان بيقدم عليه النفقات، والله لا تؤديه لغايه عنده، وعندنا حالات كثيره بهذا المنظر. طب لو كان بقى في ثلاث اولاد، تمام، اول واحد فيهم وصل لسن الاستحاضه، اولا الازهر انا بستغرب المشرع اللي يحط 5 سنين، ده 5 سنين ده لسه قلع البامبرز بقاله سنه ولا سنتين، ازاي 5 سنين؟ ده في شده الاحتياج لامه، ده ممكن يكون هي اللي بتاكله لسه لغايه دلوقتي، تغسل لي ايديه. نعم، انما القانون الازهر اللي قاله، انا بدي لحضرتك اللي قاله الازهر، قال ان الاستحاب يجوز في سن 10 سنوات باذن الحاضن وازهر المحضون. وازهر المحضون دي مهم قوي، إذا كان الأب بالمنظر الحقير ده بتاع أب بيعتدي على أولاده. وبعدين النهاردة في حاجات كتير قوي ممكن نحن نقول إنها محاذير. طيب حضرتك بقى النهاردة طالما قادر، إحنا عندنا 6 مليون حالة، 6 مليون حالة وشوية، أمال إيه؟ أمال إيه؟ 6 وشوية، يعني 6 مليون أم، وقول مثلا كل واحد طفل أو طفلين دخلنا في 9 مليون، حضرتك قادر إنك تشوف جهاز يسلم ويستلم؟ وزارة الداخلية مستعدة لده؟ طب إذا كان حضرتك قادر بقى، طب ما ترجع لي المخطوفين، المئات المخطوفين، وأنا ديك بياناتهم بقى، أنا مش هقول لك كلام مرسل، قول لي ابعت لي بيانات المخطوفين هبعت لك 300.